ومع جرعات لقاح كورونا أعلنت وزارة الصحة وقات المجتمع عن تقديم سبعة ألاف وتسعة وثلاثين جرعة من لقاح كوفيد تسعة عشر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أربعة وعشرين مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف وسبع جرعات أما معدل توزيع اللقاح فقد بلغ مائتين وستة وأربعين فرس تسعة عشر جرعة لكل مائة شخص